يعمل كثافه عدديه في وسط الملعب، لكن اللي عنده عدد قليل من اللي بيستخلصوا الكوره. انت يا كابتن ايمن احيانا ممكن تحط كابتن علاء، كنا شفنا الصوره وقلنا الاهلي كان فيه 4-3 صح يا كابتن علاء؟ ايوه مظبوط. لكن قلت ايه؟ قال ايه؟ قال لك ما حدش ضاغط على الكوره. انت ممكن يبقى في اثنين، عشان كده ديانج حتى كابتن بلال هو بيتكلم على ديانج بيقول ايه؟ بيقول هو من افضل الناس اللي بيقطع الكوره كمان. يعني في واحد بيهاجم الكوره، فلعيبه سيراميكا كليوباترا بيستنوا الفرقه تغلط عشان يديهم الكوره. هي دي كانت مشكلتهم الكبيره. واحد اتنين، مشكلتهم كانت الكبيره وانا تابعتهم في الفتره دي، ان ما بيبقاش فيه الزياده اللي هو السبورت في كل مكان. بيبقوا دائما 3-3 في الاماكن بتاعتهم. ففي الاخر، في اخر الموضوع ايه؟ هم بيلعبوا النادي الاهلي، عشان بيلعبوا النادي الاهلي هيلعبوا من تحت. الاثنين الوحيدين اللي هيبقى فري وما ما عندهمش واجب دفاعي، والباقي كله الثمانيه عندهم واجب دفاعي الاول اللي هو احمد ياسر ومحمد ابراهيم فقط. لا صحيح. كابتن بلال، يمكن النهارده هنشوف مواجهه ثانيه في الملعب بين اثنين من ابناء النادي الاهلي، ولكن هم اول وثاني هداف الدوري العام، محمد شريف واحمد ياسر ريان. محمد شريف ليه 17 هدف واحمد ياسر ليه 15 هدف. محمد شريف ليه 9 برجله اليمين، 6 برجله الشمال، وليه هدفين بالراس ولا هدف من ضربه جزاء. احمد ياسر ليه 15 هدف، 8 برجل اليمين و5 بالرجل الشمال و2 بالراس و4 اهداف من ضربات جزاء. طبعا يعني احمد ياسر ريان يمكن السنه دي من افضل المواسم اللي هو يعني حقق فيها نتائج ايجابيه بالنسبه له على المستوى الشخصي، يعني مع انه ما راحش من بدايه الموسم، لكن على المستوى الشخصي السنه دي حقق نتائج جيده بالنسبه له. هو النهارده بينافس على لقب هداف الدوري، وده امر يعني بالنسبه لك انت كمهاجم او بالنسبه لك كلاعب بيبقى يعني مهم جدا 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 جدا. تمام. احمد برضو من اللعيبه اللي بتعرف تشتغل برجليها كويس، يعني هو بيعرف يشتغل برجليه كويس، بيستغل الفرص المتاحه بالنسبه له. يعني احمد ممكن ما يخلقش لنفسه فرصه يعني، لكن بيستغل الفرصه بشكل كويس. يعني في لعيب ممكن يخلق فرصه لنفسه صحيح، تمام، من لا شيء، وفي لعيب يقدر يستغل الفرصه بشكل كويس، وفي لعيب يعني متخصص في اضاعه الفرص، وكل الكلام ده يعني عشان هنا في النادي الاهلي يعني سنوات كتير يعني. فاحمد من اللعيبه المتميزه الحقيقه في استغلال الفرص، حتى الفرصه الوحيده اللي الحقيقيه اللي جات له في الاولمبياد سجل منها هدف، يعني كانت فرصه حقيقيه وسجل منها هدف. احمد ياسر يعني هو لعيب متميز بيلعب النهارده قدام النادي الاهلي، وده دافع يعني لوحده، دافع كبير جدا 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 لما تكون انت بتلعب في الفريق اللي بتنتمي ليه. عايز تثبت ذاتك، عايز تقول انا موجود، عايز تقول انا يعني ممكن يبقى انا عندي احقيه ان انا ارجع النادي الاهلي كلعيب اساسي مره ثانيه. فدي بتبقى دوافع شخصيه بالنسبه للعيب، يعني مهما كان البوزيشن بتاعه، بس بتبقى دوافع شخصيه بالنسبه للعيب. محمد شريف لعيب يعني تالق الفترات اللي فاتت بشكل جيد جدا جدا، من اللعيبه اللي عندها امكانيات كتيره تقدر تستفيد منها، بيتحرك كويس قوي، عنده ربط كويس جدا جدا مع زمايله في الملعب. الفرص اللي بتتاح بالنسبه له بيحاول ان هو يتعامل معاها بشكل جيد جدا جدا جدا. بيلعب برجليه الاثنين بشكل كويس، بيقدر يسجل اهداف باليمين، بيسجل اهداف بالشمال. حته الكرات العرضيه ممكن يكون قليل فيها شويه، ومش هتلاقي فرود في العالم عنده كل الحاجات طبعا، مستحيل يعني، مفيش فرد في العالم عنده كل حاجه، متميز في كل حاجه، يبقى عنده سرعه وعنده قوه وعنده لياقه ومهاره وبيلعب رجل اثنين وبيلعب دماغه، ده مش هتلاقيه في كره القدم، استحاله يعني. يعني ميسي ما بيلعبش بدماغه، رونالدو الظاهره ما كانش بيعرف يلعب بدماغه يعني. ففي لعيبه بيبقى عندها تميز في بعض الحاجات على حساب حاجات ثانيه. عايزين نوضح، رونالدو غير كريستيانو. لا مش كريستيانو، لا 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 انا بتكلم الظاهره، انا قلت الظاهره، انا قلت رونالدو الظاهره. تمام. 9 مش 7. تمام. وبعدين ده 9 وده بيلعب طرف ملعب يعني. ففي يعني اللعيبه بتختلف امكانياتها، بس المهم انك انت تقدر تستغل الامكانيات بتاعتك داخل الملعب، تقدر تستفيد من اللعيبه بتلعب جنبك. يعني شريف من اللعيبه اللي انا بشوفهم حقيقي بيقدر يستفيد من كل اللعيبه اللي بتلعب جنبه، سواء اذا كان الطرفين الملعب، حتى لو فيرويد بيلعب جنبه يعني لعيب، يعني في هدف من الاهداف
عملها له تقريبا بواليا اللي هو سجل فيها بدماغه اهداف كتيره، بيشتغل مع كهربا، بيلعب مع مجدي قفشه، بيشتغل مع السوليه، بيشتغل مع معلول بشكل كويس، بيشتغل مع الشحات بشكل كويس. يعني لعيب عنده ذكاء في الملعب، بيقدر يستغل الذكاء بتاعه لصالح فرقته ولصالح نفسه. منافسه شريفه طبعا على لقب الهداف، وده وضع طبيعي جدا. يعني احمد ياسر ريان لعيب شاب عنده امكانيات وقدرات، بينضج وهينضج، عنده فرصه ان هو لسه برده صغير، يعني لسه يعني عنده استمراريه ان شاء الله في الملاعب لفترات طويله. فرصه يقول لموسيماني انا من خلال الاداء مش بس الهدف، لان ساعات المدير الفني كمان وهو بيتفرج عليك بيبقى عنده حاطط يعني عنده فكر في اللعيبه اللي بيختارها. يعني انا عايز لعيب بالمواصفات بالحته دي بالشكل ده، طب ممكن يبقى انا عندي لعيب عنده نفس المواصفات يبقى انا بدور على واحد تاني الشكل. احمد ياسر عشان يرجع الاهلي يكون هو مثلا جايب 15 هدف، ممكن ما يكونش هو ده المقياس بالنسبه لموسيماني. ممكن يكون المقياس انا عندي محمد شريف بنفس الامكانيات، عنده نفس لعيب بنفس الكواليتي، لعيب بنفس التركيبه، فبدور على لعيب تاني عنده امكانيات مختلفه، لعيب بيعرف يلعب بدماغه، لعيب بيعرف يلعب في ال 18، لعيب محطه بالنسبه لي، ممكن يكون هو بيدور على حاجه زي كده. فعشان كده في بعض الاوقات ممكن الناس تسال هو ليه ياسر ما يلعبش جنب شريف والاثنين ما يلعبوش جنب بعض، ويبقى دول مثلا الاثنين السترايكرز بتوع النادي الاهلي بما ان هما الاثنين هدافين الدوري العام. لا، الامكانيات متقاربه شبه بعض، تقريبا شبه بعضها. وان كان شريف بيتميز شويه في السرعات، يعني عنده سرعات اكتر فيقدر يشتغل على حته نعم كابتن. شريف كان بيلعب طرف شمال او طرف يمين. يمكن اقول لك معلش اقطعك كابتن بلال، انا يعني كان الاثنين بيبقوا معايا في الفرقه اللي احنا الفرقه اللي كانت تحت الفريق الاول، يمكن الاثنين لعبوا معايا ماتشات كتير جدا، كنت بلعبهم الاثنين مع بعض، بس كان محمد شريف هو اللي بيلعب الطرف الشمال، احمد ياسر هو اللي بيلعب الراس حرب. تمام. لكن هو في حاجه افادت الاثنين جيده جدا، وفكره كانت جيده من النادي الاهلي، الاعاره ليهم. صحيح. لان هم لعيبه كويسين بس كانوا محتاجين ياخدوا مباريات كتير. يمكن محمد شريف راح مع الكابتن حلمي طولان وافاده كتير قوي، دي حقيقه. وكان بيخليه يلعب طرف. كابتن حلمي وظفه كويس قوي. صراحة. كان بيخليه يلعب طرف واحيانا يلعب راس حربه. مزبوط. لوحده. الناحيه الثانيه احمد ياسر من اللعيبه الجامده جدا اللي هي عاوز اقول لك مستقبل الراس حربه في مصر، انا من وجهه نظري هيبقى في محمد شريف ومحمد ياسر ومصطفى محمد، الثلاثه دول واحمد ياسر شكلهم احمد ياسر مصطفى محمد محمد شريف، هم دول افضل ثلاث فراوده هيبقوا متخصصين كفراوده في مصر، دي حقيقه. اتفضل. اضيف عليهم حسام حسن بتاع سموحه، برده لعيب عنده قدرات يمكن عشان كبير بس ممكن في السن يعني شويه في التوقيت الحالي. بس عايز اقول لك يعني ساعات الكابتن المدير احنا بنتكلم على شريف دلوقتي راس الحربه، مش شريف مش شريف الوينج طبعا، لان انت خلاص انت صعب تشيله من الحته دي ودي حته ثانيه، الا اذا احتجت في بعض الماتشات انك تلعب بطريقه لعبه محدده، او احتجت راس الحربه المحطه بالنسبه لك. راس الحربه رقم 9 بمواصفات 9، يعني هو محطه بيشتغل بدماغه في العرضيات، ودي بتحتاجها خد بالك في الماتشات الصغيره شويه. يعني انت هتلاقي مثلا شريف ما بيظهرش في الماتشات اللي فيها تكتلات دفاعيه قوي، الماتشات المقفوله هتلاقي اللي ما فيهاش مساحات، فدي ممكن ما يظهرش فيها، فبالتالي ممكن يبقى يجي مستر موسيماني ومحطه بواليا ليه بيشتغل بدماغه كويس، محطه جيده بالنسبه له، بيفيدك في الحتت دي بشكل جيد جدا، عكس شريف اللي هو بيعتمد على الانطلاقات والتحركات المباشره، السبرنتات، السرعات، التحركات القطريه، دي شغل شريف في معظم الماتشات وبيستغله كويس وبيعرف يسجل منه اهداف. فعايز اقول لك ان مش بالضروره انك تجيب كل واحد بيسجل اهداف، لان على حسب احتياجاتك انت كمدير فني، انت محتاج مين الفتره اللي جايه؟ انا بشوف موسيماني محتاج راس حربه محطه الفتره اللي جايه. تمام. هل ممكن يبقى بواليا هو ده المقياس بتاعه الفتره اللي جايه نظرا لتالقه في الماتشات اللي فاتت؟ دي ممكن اللي يحسمها الوحيد هو مستر موسيماني مش حد تاني. وانت ليك وجهه نظر ان الاثنين حتى لو لعب باثنين ما يكونوش نفس الستايل. بالظبط. انا من المدرسه في اختلاف بينهم. انا احب الاثنين يبقوا مختلفين تماما. طبعا. تمام. يعني ده له ستايل وده ستايل مختلف. تماما، لان عشان تقدر تستفيد من الاثنين نفسهم، ما يبقاش الاثنين بطريقه لعب واحده. يعني هتبقى الامور صعبه عليك انت كمدير فني، لازم يبقى الاثنين مختلفين عشان يبقى كل واحد له ميزه تقدر انت تستفيد منها كمدير فني. صحيح. بس في نقطه معلش سريعه، كلمه واحده بس، احمد ياسر فلسة. لما يجيب 15 هدف مع سيراميكا فده عدد كويس قوي في 20 مباراه يؤهله. يعني لا يعني بقول لك لما يجيب 15